السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية البطاقة الشخصية في المنام تدل على استلام المناصب والمسؤوليات والقدرة على إثبات الذات فيها. ومن رأى بطاقة الشخصية من الورق في الحلم فهذا يدل على قضاء حاجة له. ورؤية الهوية من المعدن في المنام تدل على القوة والرزانة. والحلم بأن البطاقة الشخصية من ذهب يدل على الهم والغم. ومن يذكر ابن سيرين أو غيره من المفسرين عن معنى البطاقة الشخصية في الحلم. استخراج بطاقة شخصية في المنام دليل على الوصول للعلو والرفعة. ومن رأى أنه يذهب لاستخراج هوية له في الحلم فهذا يدل على مساعيه للوصول لمكانة مرموقة بين الناس. فيما ضياع البطاقة الشخصية في المنام دليل على المرور بالمتاعب والمشاكل. ومن رأى أنه فقد هويته في الطريق في الحلم فهذا يدل على مواجهة العقبات والعراقيل. أما سرقة البطاقة الشخصية في المنام فتدل على المنافسة الشديدة والتعدي على مكان الآخرين. فيما تمزيق البطاقة الهوية في المنام دليل على زوال الشأن وخسارة المنصب. ومن رأى أنه يمزق بطاقته الشخصية بيديه فهذا يدل على سوء أفعاله وتدابيره. فيما رؤية هوية شخص في المنام دليل على سماع الأخبار المبشرة عن الآخرين. أما رؤية البطاقة الشخصية في المنام للرجل فتدل على مكانته بين الناس. أما رؤية البطاقة الشخصية في المنام للعزباء فتدل على تحقيق الأهداف التي كانت تفكر فيها. أما رؤية البطاقة الشخصية في المنام للمتزوجة فتدل على العائلة والمسؤولية المنزلية. وإذا رأت رؤية البطاقة الشخصية في المنام للحامل فتدل على الولادة القريبة في إذن الله. وإذا رأت المرأة الحامل أنها تبحث عن هويتها في الحلم فهذا يدل على عناء حملها وولادتها. وحينما ترى المرأة الحامل أنها ضاعت البطاقة الشخصية في المنام فهذا يدل على خوفها وقلقها. أما رؤية البطاقة الشخصية في المنام المطلقة فتدل على الزواج مرة أخرى. وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تبحث عن هويتها في الحلم فهذا يدل على حاجتها للاستقرار المادي والمعنوي. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.